حفلة مميزة جداً، صورها مع شيخ محمد بن راشد مبارح أثرت بكل الناس بالإمارات وبالعالم العربي. تقى الحمادي، أهلا وسهلا فيك بالعين الإخبارية. أنا كتير مبسوطة أنه اليوم نحن عم نلتقي فيك تماماً قدام ساحة الوصل. خبريني أول شيء قديش أنت مبسوطة بالصور؟ مبسوطة وايد، والحمد لله أني شفته. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. طلبت من أهلك كل يوم يجيبوك على أكسبو عشان تلتقي الشيخ محمد بن راشد، خبريني القصة. أن أختي الكبيرة راحت أكسبو وشافتها وصورتها وطرشت حق ماما. ماما راوتني المقطع وأنا زعلت، وبعدين الحمد لله ودوني عند الشيخ وفرحت وعيد، ومن كثر الفرحة ما قدرت أمسك نفسي وصحت. طب مين هي تقى؟ قدي عمرك؟ بأي صف أنت؟ أنا صف رابع وعمري 9 سنوات. حكينا عن شيخ محمد راشد من وجهة نظر تقى، هيدي الطفلة الإماراتية اللي كان عندها حلم تحقق مبارح. أنه لأنه هو يحب الأطفال وحقق أحلام الأطفال وطيب مع كل الناس. حكيتي أنت الشيخ محمد وعدتي أي شيء؟ لا، أنا كنت أصيح وكنت أقول أحبه، وأنا متفوقة في دراستي ودائماً أنا من الأوائل الحمد لله. خلاص، يعني هيدا بنعتبره وعد ضمني أنه دائماً رح تضلي من الأوائل. الشيخ محمد ما بيرضى إلا بالمركز الأول.